يعد تلسكوب جيمس ويب الفضائي أو JWST بمثابة مصور المشاهير بين المجرات، فهو يلتقط صوراً لبعض أشهر المشاهير في الكون. يلتقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي صوراً للنجوم والمجرات والكواكب الخارجية. لذا إذا كنت من محبي المشاهير فلنلقي نظرة على بعض من أفضل الصور المرصعة بالنجوم. سديم كارينا أو القاعدة. نشرت صور السديم الذي يحمل الاسم الجميل كارينا أو القاعدة باللغة العربية في 12 يوليو، والتقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي منظرا جميلا للسديم الذي يقع على بعد حوالي 7500 سنة ضوئية من الأرض. يطلق عليها اسم المنحدرات الكونية، وهي في الواقع معقل للنجوم الشابة، وبعضها أكبر بعدة مرات من شمسنا. سديم القاعدة هو مشهد سماوي يقع في كوكبة القاعدة. إنه ضخم حقا، يبلغ عرضه حوالي 260 سنة ضوئية. النجوم الضخمة داخل هذا السديم شديدة السطوع والحرارة، لدرجة أنها تشكل سحابة متوهجة من الغاز والغبار حولها. يحتوي سديم القاعدة أيضا على سحب دوامية من الغاز والغبار، حيث تولد النجوم الجديدة. ينهار الغاز تحت ثقله ويصبح أكثر سخونة وكثافة، وكل هذا يؤدي في النهاية إلى خلق نجوم جديدة. ومع ذلك فإن سديم القاعدة ليس مجرد مكان هادئ لتشكل النجوم، إنه موقع بعض الأحداث الأكثر تدميرا في الكون، والتي تخلق موجات صدمية هائلة تمحو كل شيء في طريقها. خماسية ستيفان. تم نشر هذه الصورة أيضا في 12 يوليو. خماسية ستيفان هي مجموعة من 5 مجرات يمكن أن ترى بالعين المجردة، تقع على بعد مسافة كبيرة منا حوالي 290 مليون سنة ضوئية في كوكبة بيجاساس. أسرة الكونية. ترتبط كل هذه المجرات ببعضها البعض وتتفاعل مع بعضها البعض بطرق مثيرة للاهتمام. إنها تسحب بعضها البعض بجاذبيتها وتتبادل الغاز والغبار باستمرار. يتسبب هذا التفاعل في اصطدام واندماج بعض المجرات، مما قد يخلق جميع أنواع التأثيرات الرائعة، مثل انفجارات تشكل النجوم والمستعرات العظمى. بفضل تلسكوب جيمس ويب الفضائي تمكننا من رؤية موجات الصدمة وذيول المد والجذر وغيرها من التفاصيل المذهلة حول هذه المجرات. تخلق تفاعلاتها مشهداً مذهلاً يمكننا رؤيته في هذه الصورة. المشتري. وهذا هو صديقنا العملاق القديم. نشرت هذه الصورة من قبل وكالة ناسا في 22 أغسطس. كوكب المشتري هو أكبر كوكب في نظامنا الشمسي، وهو معروف بأقماره العديدة وسحبه الدوامية الجميلة، ولكن لديه أيضاً نظام من الحلقات تماماً مثل زحل، والتي تتكون من جزيئات صغيرة من الغبار تدور حول الكوكب. هذه الحلقات أصغر بكثير وأقل وضوحاً من حلقات زحل، لكنها لا تزال رائعة جداً. يحتوي كوكب المشتري أيضاً على الشفق القطبي، وهو عبارة عن عروض ضوئية ملونة تحدث في الغلاف الجوي للكوكب. هذا الشفق القطبي ناجم عن تفاعل الجسيمات المشحونة من الرياح الشمسية مع المجال المغناطيسي لكوكب المشتري. تماماً كما هو الحال على الأرض، يمكن رؤيته بالقرب من قطبي الكوكب، لكن هذا الشفق أكثر إشراقاً وأكثر كثافة من شفقنا. يمكننا حتى رؤية هذا العرض الضوئي المذهل من الفضاء. والآن تمكننا أخيراً من تصوير هذا المنظر المبهر. تظهر صورة تلسكوب جيمس ويب الفضائي الشفق القطبي لكوكب المشتري وحلقاته وحتى قمري أمالثيا وأدراستيا. إنه لأمر مدهش مدى سطوعهما ووضوحهما في هذه الصورة. مجرة عجلة العربة. أصدرت وكالة ناسا هذه الصورة في 2 أغسطس. تظهر لنا هذه الصورة مجرة عجلة العربة ورفاقها. حصلت تلك المجرة على اسمها من شكلها، إنها تبدو مثل عجلة العربة، أليس كذلك؟ إنها كتلة دوامية عملاقة من النجوم والغاز والغبار في أعماق الفضاء. إنها على شكل العجلة الدوارة، ولها أذرع حلزونية طويلة، وتتماسك هذه الأذرع معا بفعل جاذبية المنطقة الوسطى التي تعد موطنا لثقب أسود هائل. لكن مجرة عجلة العربة تختلف قليلا عن أقاربها الحلزونيين، وقد تشكلت عندما اصطدمت مجرة أصغر بمجرة أكبر، مما أدى إلى حدوث موجة صادمة امتدت عبر الغاز والغبار. سيكون علينا بالتأكيد زيارة هذه المجرة يوما ما،
من المؤكد أنها ستكون رحلة جامحة. ميسييه 74. وهنا تأتي مجرة حلزونية أخرى. أصدرت وكالة ناسا هذه الصورة في 22 من يوليو، وكان على تلسكوب جيمس واب الفضائي أن ينظر عبر طبقات سميكة من الغبار والغاز لرؤية هذا العنقود النجمي الجميل. تنتمي ميسييه 74 إلى فئة خاصة من المجرات الحلزونية المعروفة باسم المجرة ذات التصميم الكبير، وهذا يعني أن أذرعها الحلزونية ملحوظة ومحددة بوضوح. كل أنواع الأشياء المدهشة تحدث داخل المجرات الحلزونية، المستعرات العظمى وولادة النجوم في سحب من الغاز والغبار والعديد من العجائب الكونية الأخرى. الغاز المتوهج والغبار والنجوم الساطعة والأنماط الدوامة للأذرع الحلزونية تجعلها من أكثر الأشياء إثارة للانتباه في الكون. حسناً، يمكننا أن نرى ذلك بوضوح في مثال ميسييه 74. سديم العنكبوت. تم نشر هذه الصورة للسديم الذي يحمل هذا الاسم المخيف في 6 سبتمبر، وتغطي الصورة ما يصل إلى 340 سنة ضوئية، وهذه مسافة ضخمة. وبفضل هذه الصورة اكتشف علماء الفلك نجوما شابة جديدة كانت مغطاة بالغبار في السابق. يقع سديم العنكبوت على بعد 160 ألف سنة ضوئية منا في مجرة ماجلان الكبرى. إنها أكبر وألمع منطقة لتشكل النجوم في المجموعة المحلية، المجرات الأقرب لمجرتنا درب التبانة. سمي السديم بهذا الاسم نسبة إلى شكله الذي يشبه إلى حد ما أرجل العنكبوت الكبير. إنها منطقة شاسعة من الفضاء يبلغ عرضها حوالي 1000 سنة ضوئية، وهي موطن لبعض النجوم الأكثر ضخامة وسطوعا في الكون. أحد الأسباب التي تجعل سديم العنكبوت مثيراً للاهتمام بالنسبة للعلماء هو تركيبه. تكوينه قريب من مناطق النجوم في الظهيرة الكونية، أي حالة كوننا عندما كان عمره 4 مليارات من الأعوام فقط. في ذلك الوقت كان تكوين النجوم في ذروته. بفضل تلسكوب ويب يمكننا دراسة هذه المجرة بشكل أفضل ومعرفة كيف كان عالمنا في ذروته. حلقات نبتون. تم نشر هذه الصورة في 21 من سبتمبر عام 2022، وفي هذه الصورة يمكننا أن نرى 6 أقمار صغيرة بجوار الكوكب مع سطوع ترايتون بشكل ساطع في الزاوية اليسرى العليا. لم تعتقد أنها شمسنا، أليس كذلك؟ ونعم، نبتون لديه حلقات أيضاً، إنها بمثابة الإكسسوارات الكونية الأنيقة، فهي تضيف لمسة من السحر والأناقة إلى الكوكب. ولكن على عكس بعض الزينة الأرضية، فإن هذه الخواتم مصنوعة من جزيئات صغيرة من الغبار بدلاً من الألماس والذهب. توجد 5 حلقات معروفة حول نبتون: حلقات غالي ولوفاريه ولاسال وأراغو وآدمز. ويعتقد العلماء أن هذه الحلقات حديثة العهد نسبياً، فهي أصغر بكثير من نظامنا الشمسي وأصغر بكثير من حلقات أورانوس على سبيل المثال. من المحتمل أنها نشأت عندما اقترب أحد أقمار نبتون الداخلية من الكوكب وتمزقت بفعل الجاذبية. لم نرى حلقات نبتون بهذا السطوع منذ أن حلقت فوياجر 2 بجوارها في عام 1989، لذا فهذه فرصة عظيمة لإلقاء نظرة فاحصة على هذه الحلقات. أعمدة الخلق. نشرت هذه الصورة في 19 أكتوبر، وقد اشتهرت أعمدة الخلق بفضل تلسكوب هابل، لكن هذه الصورة غنية جدا وأكثر تفصيلا. يبلغ طول هذه الأعمدة الموجودة في سديم العقاب حوالي 5 سنوات ضوئية، وهي طويلة جدا حقا. تبدو وكأنها بعض التكوينات الصخرية المهيبة، ولكنها أكثر شفافية بكثير. تماما مثل أفلام هوليوود، فهي مليئة بالحركة والمؤثرات الخاصة. إنها موطن لبعض العمليات الأكثر إثارة في الكون. ينهار الغاز والغبار تحت تأثير جاذبيتها، مكونا كتلا ستصبح في النهاية نجوما. المكان مليء بالإشعاع المكثف ودفقات من الجسيمات عالية الطاقة والمستعرات العظمى. إنها مثل النسخة الكونية من مسلسل سيرفايفر. وإذا لم يكن هذا مخيفا بدرجة كافية، فإليك صورة أخرى نشرتها وكالة ناسا في 19 أكتوبر، وقد شاركوها قبل الهالوين مباشرة. هنا تشبه الأعمدة يدا مخيفة تصل إلى شيء ما. على أي حال، كل هذه الصور تعطينا مشهدا مذهلا حقا،
إنها تذكرنا بالتعقيد المذهل للكون والأشياء المذهلة التي تحدث حتى في أحلك أركان الكون وأكثرها بعداً. دعونا نأمل أن يستمر تلسكوب جيمس ويب في إدهاشنا في المستقبل.